بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي دفعة 2023، ساعات بسيطة وربنا يكرمنا كده ونفرح بالنتيجة. نقوله مبروك لكل الناس اللي ربنا كرمها، ونبارك لك تاني بالتنسيق الجميل بتاعك وكليتك الجميلة، ونبارك لك تالت اللي انت تعرف سيستم كليتك وبسرعة، خاصة الكليات العلمية. بناتي رجالتي صبياني، خلي بالكم تخش الجامعة ما تكعبلش عشان خاطري، ما تأفورش في الفرحة، خش كلية واعرف سيستمها وبسرعة عشان لا قدر ربنا ما نتكعبلش في مادة أو مادتين. دي نصيحتي للطلاب المميزة الجمال، ربنا كرمنا. ولادي اللي هم للأسف مش راضيين عن مجموعهم، ما تقلدمش قوي وما تكعبلش حياتك قوي، وعشان خاطري أنا بقول لك عشان خاطري تقفز، بقول لك تقفز وتنط من الموقف ده بسرعة، وإن شاء الله ربنا هيقدر لك الخير. إن شاء الله تاني ربنا هيقدر لك الخير. وكلياتنا كلها جميلة والله، احنا بس إشاعة إن كليات قمة ومش قمة، ممكن بتخصص بعيد عن دماغك خالص تخشه، ربنا يفتح عليك وترزق وربنا سبحانه وتعالى يسعد الجميع. أما الشيء اللي أنا ناعهمه تاني، ناعهمه ابني من أبنائي مجموعه ضعيف شوية وبذل مجهود وحاسس بالظلم في النتيجة أو كنترول، فأنت معلش عشان خاطري أنا يعني حاول برضو تتقبل الوضع لغاية ما تشوف تصحيح لنتيجتك أو تشوف هتعمل إيه، بس أنا خايف إن أنت تتعبل نفسك نفسيا. ونصيحتي الولي الأمر يحتضن ابنه تاني، تحتضن ابنك، صحته النفسية مهمة جدا بالنسبة لنا، مرحلة صعبة، عيالنا عملوا اللي عليهم. وأولياء الأمور لو سمحتم ما تقارنوش بقى درجات دفعة 2023 بالدفعات السابقة، ده نظام وده نظام. وديكم شفتوا مادة زي الكيمياء، المدرسين إخواتنا حبيبنا الأفاضل كانوا غير راضين تماما عن الامتحان، مادة الأحياء المدرسين غير راضين تماما عن الدرجات ولا الامتحانات. أنا كمدرس لغة إنجليزية أنا زعلان مش عارف توزيع درجاتي لغاية دلوقتي، أنا شغال طول السنة ومش عارفين الجملة دي بدرجة ولا درجتين ولا ثلاثة، فبرضو توزيع الدرجات بالنسبة للطالب برضو مشكلة. فإحنا دلوقتي في نظام جديد عبارة عن أننا بدرب الطالب طول السنة، والنتيجة دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. كل سنة طيبين حبايبي، ونتمنى لكم الخير كله، وربنا يكرمنا بدعوة منكم، ربنا يحفظكم ويحميكم. وأتمنى أن أنا ما كنتش مقصر معاكم السنة اللي فاتت، ودعونا ربنا يتمم الدفعة اللي جاية 2024 على خير. كل سنة طيبين، بابا حبيبك مستر حسن نجار.